الأقصى والعداء. لكن للأسف الشديد كل المطبات والمعوقات وضعت في هذه العجلة، لكن إن شاء الله أن يوفر لها أنفاس طيبة ومن خارج المنطقة ومن داخل المنطقة تتوكل على الباري عز وجل وليس على الإنسان. فتم إنجاز ما يمكن إنجازه، نعم ليس بمستوى الطموح زين، وعدناكم بأنكم تجهز المدرسة والحمد لله جهزت بما يمكن، لكن مو من الدولة ولا من الحكومة ولا من الجهات الرسمية المسؤولة عن المدرسة. لعرض جهات خارج العراق، جهات أجنبية، وهذا الشيء اللي يؤلم. كنا نتمنى أن حكومتنا اللي إحنا اعطيناها دم مو أصبع بنفسجي، وحسب الدستور لازم تعوض منطقتنا. لكن للأسف الشديد شخصية مريضة تسلطت على منصب المدير العام للمديرية الكرخ الثالثة وضعت كل العراقيين رغم كل المراجعات ولشخصيات مرموقة في مدينة الشعلة، لكن لم تفعل شيء. فأنا أوجه كلام للأخوة اللي حضور زين، هاي رسالة لازم يكون جهودهم ويخلون إيديهم بدينا حتى في سبيل نعوض منطقتنا. ما حد يفيدنا بس احنا، والمثل الشعبي يقول ما حد يشيل الحمل بس احنا. فنتوكل على الله ونفتتح المهرجان بآيات من الذكر الحكيم للطالب علي محمود، نستقبلها على بركة الله. أعزاء دقيقة صمت على أرواح شهداء الإسلام و
والعراق عامة وشهداء مدينة شلعة الصدرين بالخصوص. يتقدم الأستاذ الفاضل السيد هاشم حسين محمد مدير إعدادية العراق بإلقاء كلمة المدرسة، فليتفضل. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. إخواني، باسمي وباسم أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية وأبناء الطلبة، أرحب جميع الأخوة الذين شرفونا اليوم بزيارتهم بحضور مهرجاننا السنوي الأول بمناسبة افتتاح هذه المؤسسة التربوية، والذي نرجو فيه أن تكون هذه البذرة الخيرة التي زرعت في هذه المنطقة المضحية المجاهدة التي أعطت من أبنائها الكثير وتستحق الكثير، ولكن نأمل أن يعوضوا في المستقبل القريب إن شاء الله. ونتمنى لهذه البذرة التي ساهم فيها كثير من الأحبة والأعزاء في تشييدها وقيادها، وجميع المنظمات والأحزاب والروابط والشخصيات التي ساهمت حقيقة في قيام هذا الصرح العلمي. كنا نطمح أن تكون هذه المدرسة من المدارس المتميزة، لكن مع الأسف هنالك أيادي أعانت على عدم نهوض هذه المدرسة، ونستنيحهم العذر، ونتمنى أن في المستقبل أن يحتضنوا هذه البذرة ويسقوها حتى تنمو وتتفيأ على كل أهل شلعة الصدرين. ونتمنى لأعزائنا الطلبة في هذه المناسبة أن يحققوا ما يصبو إليه من تفوق وتميز في المنطقة، حتى تكون حقيقة هذه الثمرة يانعة وتقطف في أوانها وتستغل كل جهود من قبل الهيئة التدريسية لنمو هذه البذرة إن شاء الله. وأرحب مرة ثانية بالأخوة الحضور، وأتمنى لهم الموفقية والنجاح لكم أبنائي وأعزائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.